إلى جانب إدارة الحرب، أنا أتابع عن كثب يوميا تقريبا قصص من يسقطون ضحايا. في عيد الأنوار هذا العيد سنذكر ونتذكر سلسلة الأجيال، فسنذكر الآباء الذين دافعوا عن البلاد وقاتلوا جنبا إلى جنب مع أولادهم وأحفادهم، وقد خرجوا إلى الحرب بشجاعة وقوة. شعب إسرائيل تعب في الأسبوع الماضي بافتخار الذي سقط في مع ابن رئيس الأركان السابق. إن الحرب من جيل إلى جيل، كل واحد من الذين سقطوا له حياته الكاملة، والذين يسقطون له صور. وقد لفتت انتباهي صورة واحدة هذا اليوم، وهي صورة تومار غرينبنك، وهو قائد كتيبة 13 في جولاني، فقط 6 أشهر قبل الحرب فقد كان يرفع بنته بين يديه بزيه العسكري وتقيته وسلاحه ونظاراته الشمسية وابتسامته المعتادة، ومدى حبها لأبيها. كانت لحظات من السعادة بين أب وابنته. إن اللواء 13 قد فقد الكثير من مقاتليه في ذلك يوم السبت وما بعدهم، نموذج للتفاني والإصرار والشجاعة والقوة. مقاتلي اللواء، وكل مقاتلي الجيش وجميع المحاربين والمحاربات في الجيش. مئات من الأمطار تفصل بيننا نحن وبين حي الشجاعية. في هذا المكان قاتل اللواء 13 ببسالة ولم يترك مقاتليه حتى تخلصوا وقضوا على آخر المخربين، وقد انضموا إلى زملائهم وهم يحاربون هناك حتى يدمروا كل المخربين وبناهم التحتية. كما أنهم لم يفقدوا الشجاعة ولا القوة في 7 أكتوبر، وسيواصلون محاربة مخربي حماس. إنهم يقومون بذلك في هذه اللحظة التي نتحدث فيها، الجميع في غزة وفي حي الشجاعية. أكثر من شهرين كانت قواتنا تحارب في جميع أنحاء القطاع، يحاربون في مناطق استعدت وتم تحضيرها للدفاع وكان بها كمائن لقواتنا. وقد تبين أن قطاع غزة هو مقر للإرهاب العالمي، في المساجد، في المدارس والبيوت، كلها عبارة عن تغطية لعمل المنظمة الإرهابية التي عادت وقامت بالقتل، وسوف تظل تعمل في ذلك في 7 أكتوبر. إن مقاتلين يحاربون قوى الشر ويحاربونها بكل بسالنا، ومن ورائهم سكان غلاف غزة وشعب إسرائيل كلهم ورائهم ويساندهم. نحن نحب الحياة، ومن أجل الذين سقطوا ومن أجل استمرار بقاء شعب إسرائيل في أرض صهيون، علينا أن نستمر في همتنا، علينا أن نواظب ونصير في الطريق الصعبة والمحقة التي مهدها لنا جنودنا الذين سقطوا، من أجل أبنائنا ومن أجل مستقبلهم. أذكر أنه أمامنا تحديات كثيرة، وأن ننظر إلى الوراء وأن نرى أي طريق مشيناها، وسوف نلاحظ حماس في كل القطاع لقواتنا
تحقق إنجازات وتتقدم تقدما كبير، وهم بطريقهم إلى الوصول إلى النصر والانتصار على منظمة الشر. هذه حرب من المواظبة والإرادة والإصرار القومي. هذا طريقنا وشجاعة مقاتلينا. نحن سننتصر، سننتصر أيضا من أجل أربيل وتوتمور ومن أجل أبناء كل الذين سقطوا. سننتصر من أجل أبنائنا وأحفادنا والأجيال القادمة. أتوجه من هنا إلى مقاتلي الجيش والعائلاتهم وأقول لهم: شعب إسرائيل موجود ويدعمكم ويقف وراءكم. دولة كاملة تراقب بفخر واعتزاز، تراقب ما تفعلونه. نحن نعتمد عليكم ونفتخر بكم في هذا اليوم المهم. سأنهي بكلمات وهو يقول في حربهم ضد أعدائهم: كونوا أقوياء من أجلنا ومن أجل حياتنا، إن شاء الله سننتصر. أسئلة.